سمعت كنت ده الفيديو التاسع ان شاء الله. هنتكلم النهارده عن الكوماند. لا كوماند دي كفايه بقى، انت عمال تصدعنا بالكوماند كوماند كوماند، ما ورينا حاجه اعمل ايه ندمج فيها كذا حاجه مع بعض. حاضر يا جدع، استنى اتقل بس يا عم. ماشي ما تزعلش، النهارده لاب، تعال نشوف معانا اللاب بيقولنا ايه. لاب 1 بيقول لك اول حاجه كرييت دايركتري. نبنش دايركتري ازاي؟ يجي في الكوماند هنا يقول له بنش ازاي، mkdir ميك دايركتري واسمه مثلا اف، نشالك الدايركتري. تمام، تعال نشيل السين عشان ما نتلخبطش. تمام، عملنا الدايركتري اول خطوه. تاني خطوه بيقول لك جو انتو دايركتري، روح على الدايركتري ادخل جواه. كنا ندخل جواه الدايركتري بنتنقل بايه، سي دي، واسم الدايركتري اف، دخلك جواه بعد الديسكتوب اهوت قال لك الاف. تمام، عملنا تاني خطوه. تالت خطوه كريت فايل، انشئ لي فايل. عندي طريقتين، يا اما بالنانو يا اما بايه تاتش. الفرق بين النانو والتاتش، النانو بيفتح لي واجهه بكتب فيها، انما التاتش بتفتح بيعمل لي فايل وبيكون امتي فايل مفيهوش جوه اي حاجه. تمام، تعال نعملها بالطريقتين المره دي. تمام، نانو اكتب جواه، تعالوا في حد هنا. تمام، قال لك ايه كريت فايل، عملنا فايل بيقول لك اضيف 12 لاين. تعال نضيف 12 لاين، هنضيف كذا لاين مش لازم 12 يعني. تمام، اكتب اي حاجه. بسيف ازاي؟ كنترول اكس الواي، بعد كده الفايل اسمه ايه مثلا كي، اتعامل معاه. طب تعالى نشوف كده كات الكي اهو، فايل اتعامل معاه. طب نعمل فايل بطريقه تانية اللي هي التاتش، تاتش والاو مثلا. لا ما جبلكش ايرور بقى، هو عامل لك الاو. تمام، عايز اكتب جوه الاو اقول له ايكو دبل كوتيشن مثلا اي حاجه، بعد كده الاو ايكو دبل كوتيشن، وده الكلام اللي هكتب جوه الفايل، والدبل والاو. تعالى تاني ايكو والدبل واي حاجه، واقفل بالدبل كوتيشن تخليها دبل دبل الساين. تمام، هنضيف له بقى كده لغايه اما روحنا تطلع يعني. تمام كده كفايه، ضفنا اربع لاينز. تمام، طب انهي افضل، تاتش ولا النانو؟ النانو. تمام، النانو بيجيب لي واجهه بقعد اكتب فيها على طول. تمام، انما التاتش يعمل لي امتي فايل، وبعد الامتي فايل لازم اكتب جواه، واكتب جواه بالايكو وكل السطر عشان انت شايف بياخد وقت قد ايه. تمام، تعال نعرف كده محتوى الاو، كات الاو جاب لك هو الاربع اسطر اللي كتبتهم. تمام، وكده احنا عملنا المطلوب في اللاب. تعال اضيف حاجات من عندي في الفايل اللي هو الكي. تمام، دول كام لاين؟ انا لسه هعد، قول له دبليو سي داش ال واسم الفايل، قال لك 12 لاين. طب الاو فيها كام لاين؟ دبليو سي داش ال والاو 4 لاين. طب تعال نشوف دي كام وورد، كام كلمة في الفايل اللي هو الكي، دبليو سي داش دبليو مع كده اسم الفايل، قال لي عندي 12 وورد. تمام، طب دبليو سي داش سي عايز يعدي لي كام كاركتر في الملف اللي هو الكي، قال لي 42. تمام، طب تعال نجربها مع الـ دبليو سي داش دبليو والاو، عندي كام كلمة هنا؟ عندي 4 زي ما انت شايف. تمام، طب دبليو سي داش سي يعدي لي كام كاركتر؟ قال لي دولت مجموعهم 27. تمام، وبعد نهاية كل كلمة بيحسب لك 1. تمام، يعني هيحسب لك 4 على مجموع كاركتر، بمعنى أول كلمة 5، اللي بعديها كام؟ 7، 5 و7 12، واحد مهيس 12. تمام، وبعد كده اللي بعديها 5، 17، 17 و6، الواحد ضايع في الماس، 17 و6 23، 23 واحسب لك 4 بعد كل كلمة يبقى 27، هو المطلوب إثباته. تمام، وبكده كان فيديو النهاردة، ما تنساش give me thumbs up and peace out.